اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتواصلين معاكم من الشارع الجديد في اسواق المباركيه في هذه المبادره الساميه لحضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث افتتاح اكسبو المباركيه لتنميه مواهب الشباب الكويتي. عندنا واحده من الشابات الكويتيات المتميزات واللي لها بوث ايضا مميز من خلال شغلها وعملها في هالمكان هذا. هي أديبة وشاعرة، وعشان كذي احنا بنبين للجميع ان البوثات بوثات متنوعة. معانا ندى الأحمد، اهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا، وسعداء جدا بانك تكونين ايضا في استديو اسواق المباركية وتكونين من ضمن يعني نخبة الشباب الكويتي الموجود في الشارع الجديد، حياك الله معانا. الله يحييك، وانا لي الشرف اني اتواجد في مثل هذه الفعالية المميزة بمناسبة احتفالات الوطنية. اهلا وسهلا فيك. ندى حياك الله معانا اليوم. دائما الرواية تعكس جزء أو جانب من شخصية المؤلف. اليوم قاعد نشوف قدامنا رواية حرية ممنوعة، أي عدل اسمها وايد ملفت للنظر، ودائما المؤلف يكون حريص ودقيق في اختيار الاسم عشان يجذب القراء. كلمينا عن هذه الرواية. طبعا الاسم مهم، اختيار مهم للرواية أنه يجذب القارئ أو يعرفه على محتوى الرواية. روايتي طرحتها رسالتها إنسانية بحتة بعيدا عن السياسة والمواضيع هذه، فيها جانب درامي. هي رواية إنسانية اجتماعية عن تطرح واقع احنا متعايشين معاه عن الناس المهمشين غير مسلط عليهم الضوء، خاصة عندنا بالوطن العربي. كانت يعني محتوى الرواية أن شاب كانت عنده أحلام مؤجلة، كان حاب يوصل لها لكن واجه وايد عقبات عشان يوصل لهذه الأحلام. العقبات هي العادات والتقاليد والأشياء اللي مفروض علينا من الولادة، عندنا مثل الاسم، الدين، الجنسية، الأشياء اللي إحنا ملزومين فيها. فشلون إذا كانت الأشياء هذه تقدر تقول ترفض الإنسان بس كونه إنسان، شلون يقدر يتعايش ويوصل للأحلام اللي يبيها؟ فروايتي كانت إنسانية بحتة ورسالة ونهايتها مفاجئة، يعني تشوق القارئ إنه يكملها. حلو. نعم. أنا برد مرة ثانية أختي ندى، باخذك إلى الشارع الجديد. يعني أنت كشابة كويتية، يعني شنو انطباعك عندما يعني تشوفين وتسمعين إنه والله في مبادرة سامية من والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لأبناء الشباب من الجنسين أولاد وبنات، أن يكون لهم يعني هالبوثات وبالشارع الجديد ويكون لهم دعم مجاني أن يعرضون كل إنتاجهم على الزوار وعلى المواطنين والمقيمين اللي موجودين في أسواق المباركية وأيضا في مناسبة وطنية؟ أكيد يعني عندك شعور يختلف في هذه المناسبة. طبعا بابا صباح الأحمد الله يحفظه ويطول بعمره دائما شيء مو شيء غريب عليه أنه يدعم شباب الكويت بهذه الفعالية المميزة. يعني أنا قاعدة أشوف البوثات يعني من كل البروجكتس، من كل المشاريع. صح. ما في مشروع معين أو يقتصر على موضوع معين، أنا قاعدة أشوف في كتب، في كاب كيكس، في وايد أشياء يعني. وبعدين وايد سألوني إن هل تلاقين جمهور قارئ في معرض مثل هذا؟ أنا بالعكس قاعدة أشوف في قراء. أوكي صدق مو نفس معرض الكتاب بس في قراء، دائما تلاقي بين الجمهور قارئ إذا شاف الكتاب عنده لازم صوبه، يحب الروايات، يحب الكتب، بالذات إن في سمعة كبيرة على أبناء هذا الجيل إنهم جيل الروايات. يمكن هذه سمعتها في معرض الكتاب الأخير، قالوا إحنا لاحظنا إن الشباب يتجهون إلى الروايات أكثر من قراءة الكتب اللي فيها معلومات المباشرة. يعني صار في اهتمام من قبل المؤلفين إنهم يصبون المعلومات من خلال الرواية. صح عدل. أول شيء أنا يعني شاعرة قبل لا أصدر أول رواية لي، بس أنا هذا السبب خلاني أطلع رواية لأن كانت في فكرة ببالي وكنت حابة أطلعها، وطلعتها برواية عشان أوصل فيها للناس، لأن قاعد أشوف جمهور الرواية وايد كبير. ومن ناحية الشعر لا طبعا ما تخليت عنه، ما دام انت شاعرة يعني اختي ندى، يعني واحنا في اجواء وطنية، هل يعني عندك يعني ابيات عن الكويت تكلمين فيها عن الوطن؟ اي والله انا محضرة. تمام اوكي تفضلي قولي. يا بلاد الحب، يا ارض السلام، يا وجودي فيك عشق ووئام،
مهما وحي البوح في بالمدح توارى، يبقى حبي للكويتي في الأمام. أنت صوت العيد يا دار الكرام، حسنك ظل بعيني مستدام. لو سألت الخيل والبيداء عنها، هاج موج البحر في رفع الوسام. لزمان الكوت أسرار الغرام، في جدار المجد آثار السهام. لك فخر العصر والأجيال شتى، قد يكون الوقر من حمل السنام. أنت نور البدر والبدر التمام، أنت شمس بين لحظات الظلام. في عطاء الخير كف أمطرت، يرتوي الكون بها حد الغمام. لكويت العز حبي للدوام، وبصوت المجد نعلو بانتظام. في ظلال القائد الحر الذي قاد شعبا بأمان ونظام. الله يعطيك الصحة والعافية وتسلمين على هالكلمات الحلوة والجميلة يعني والمبسطة، يعني اللغة العربية المبسطة هذه دائما يعني الناس يتقبلونها مثل لهجة، فأنت مختارة هالجمل الحلوة والجميلة اللي دائما يعني توصل من القلب للقلب. الله يعطيك الصحة والعافية نادي. الله يعافيك صاحب ذنك، مشكور. ودائما أحب يعني أختار الكلمات البسيطة، ما أحب الكلمات صعبة عشان توصل لكافة الشعب. نعم، كافة القراء. حياك الله ندى الأحمد، استمتعنا معاك اليوم. في كلمة تحبين توجهينها حق الجمهور من خلال شاشة تلفزيون الكويت؟ لا بس والله يعطيكم العافية على الفعالية هذه، وأتمنى بحضوركم كونوا بالقرب دائما. في أرقام حق البوثات؟ لا والله ما أذكرنا في رقم حق البوث مالي، بس صاير يعني عند الكورنر، ما ادري شلون اشرحها، بس عموما يعني تعالوا شارع ليدي تلقون ندى الاحمد. ايوه، شارع كله بوثات. والله اعطيك الصحه والعافيه، والجمهور يعني قاعد نشوفه ما شاء الله قاعد ياخذون بالشارع الجديد يعني جوله كامله، والبوثات على يمينهم وعلى شمالهم. نتمنى لك التوفيق ندى. شكرا، الله يعطيك الصحه والعافيه على الاستضافه، مشكورين. احنا متواصلين معاكم مشاهدينا، نقول حق عادل الرشيدي ومحمد دشتي اعطونا هاللقطات الجميله الحلوه قبل لا نروح للفقره اللي بعدها.